باقي الا كانت يعني هذه الفلوس اللي غنعطيو يعني الاكاديميه مين غتجي من الدوله ميزانيه الدوله نوظفوا هاد الناس وندمجوهم ماشي بالضروره الاكاديميات كمؤسسات عموميه طبيعه الحال هي كتنفق من الهبه اللي كتعطيها الدوله ولكن هي كمؤسسه عموميه مطلوب على انها ان تعبئ مداخل اخرى قد تكون من الجهه قد تكون من المجتمع المدني قد تكون من البايغ دو فون على برا انها تعبئ موارد اخرى واحد النهار غيجي فعلا الوقت فاش هاد الاكاديميات غتكون عندها واحد الامكانيه على انها تشغل الناس بموجب عقود كباقي المؤسسات العموميه وتؤدي لها اجور وربما قد لا تكون في حاجه الى 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 ما يسمى بالاعانه كنسميها لا سوفونسيون دو ليتا اللي هي الاعانه اللي كتعطى سنويا هذا هو المنطق فاش حنا كنقولوا هذا باب ثالث مفتوح لهذا الشباب